الخيالي الى هالي الخزنه. ها هو ايضا شوط الكاس، شوط الكاس البكار لاذاعه المحليات. العصايل على ارضيه هذا الميدان مباشره، نسير بكم مع مقدمه هذا الشوط لنرى اللي في المركز الاول في هذه اللحظات. مياس السيد راشد بن سعيد بن منانه الاجتبي على مقدمه هذا الشوط. ننتقل الى المركز الثاني، رحيق في المركز الثاني للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي. المركز الثالث منوه للسيد حمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الرابع الوذبه للسيد حمدان بن سيف بن محمد المنصوري. ننتقل الى المركز الخامس، وفي المركز الخامس الطياره للسيد مطر بن علي بن سعيد بن السعودي الاجتبي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل. شوط الكاس، شوط كاس الأبكار الإذاعة المحليات على أرضية ميدان الوذبة في عاصمة الميادين. ولا زالت على المقدمة مياسة، مياسة العود، مياسة الشكل في هذا الأداء المميز، في هذا الحضور المميز من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. مرحبا بسموه، مرحبا بأصحاب السمو والشيوخ، مرحبا بحفلنا الكريم الذي تواجد هنا على أرضية هذا الميدان، والمتابعة من قرب والذين يتابعون عبر قناة ياس الفضائية وقناة دبي ريسنج. هذه الفعاليات، فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الوذبة في العاصمة أبو ظبي. ها هو المهرجان، ها هو كاس الإذاعة، ها هو كاس المحليات على أرضية هذا الميدان. ومياسة لا زالت مسيطرة، سيطرة كاملة، سيطرة فعالة منذ البداية وحتى هذه اللحظات للسيد راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي. المركز الثاني، المركز الثاني من الجانب الثاني، رحيق في المركز الثاني للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي. نشوف المركز الثالث، وفي المركز الثالث منوتي اشاهد عروضك يا منوه في هذا المساء، مع الذهب مع الكاس للسيد حمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. ننتقل الى المركز الرابع، وفي المركز الرابع الوذبه وهي تلعب وترقص على ميدان الوذبه للسيد حمدان بن سيف بن محمد المنصوري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وقع وصلت وانتقلت الى المركز الخامس للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. في رصيدها رمز على ارضية ميدان الشحانية في مهرجان الامير. واليوم تبى الرمز الثاني، تبحث عن الرمز الثاني، تبحث عن السلامات الى اهالي مرقم، وهذا الشعار المميز دائما يوديهم السلام اينما ذهب اينما رحل. يمثل هالمرقم، ها هو شعار مرقم الدايم على ظهر وقع اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. ونرجع الى المقدمة، نرجع الى مقدمة هذا الشوط. ومياسة لا زالت مياسة العود، مياسة الشكل. ما دام عندي سلالة مياس يهبني منها مطلعي كوس. يا سلام يا سلام يا مياس. وهذه سلالة مياس على المقدمة للسيد راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي. ننتقل الى رحيق في المركز الثاني للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي. وفي المركز الثالث منوته انها تحظى بالكاس وتهدي الكاس الى اهالي مدينة العين، مدينة الخضرة، مدينة الجمال، وخاصة الزاخر للسيد حمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الوثبة، الوثبة في المركز الرابع للسيد حمدان بن سيف بن محمد المنصوري. وفي المركز الخامس وقال السيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة، ومن وبدت تغير، بدت تمني النفس بطموحها للكاس. ها هي منوه على مقدمة هذا الشوط، منوه للسيد حمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. منوتي اسهر معاكم ليلة في
هذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان الوذبة 2015 مع منوة. وها هي منوة على مقدمة هذا الشوط للسيد حمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي رحيق في المركز الثاني للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي. الوذبة قادمة للسيد حمدان بن زيد بن محمد المنصوري وفي المركز الرابع مياسة للسيد راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي. وقف المركز الخامس للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. نرجع الى منوة تجاوزنا لوحة الكيلومتر الاخير بقيادة منوة والكاس يلمع في المنصة وبعض العيون تدمع دموع الفرح دموع الناموس في هذا المهرجان المميز. ها هي منوة بان الكاس في عيونها بان الكاس في عيونها بدأت تغترب من الكاس بدأ بن دري يغترب من الكاس يبقى يستلم الكاس بيمينه ويهديه إلى محبين هذا الشعار وإلى هالي زاخر إذا ما كان هناك كلام ثاني. ها هي منوة على المقدمة للسيد حمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاح. الوذبة بدأت توذب على أرضية ميدان الوذبة للسيد حمدان بن زيد بن محمد المنصوري. وقع وصلت انتقلت إلى المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. منوة 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 كاس منوة الفوز منوة الكاس منوة الذهب منوة السلامات وانتزاع هذا الكاس في هذا المهرجان السنوي الكبير. ها هي منوة منوة وهي منوة الكاس وانتزعت الكاس. ها هو الكلام يا بن دري سلام 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 عليكم يا أهل زاخر واسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة مع منوة مع الكاس إلى أهالي مدينة العين. المركز الثاني هملولة للسيد تعيب بن محمد بن عمر الشامسي. المركز الثالث المركز الثالث الوذبة للسيد حمدان بن سيب بن محمد المنصوري. وفي المركز الرابع المركز الرابع مياسة للسيد راشد بن سعيد بن منان اجتبي. وفي المركز الخامس وقع للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة ياهو شوط تابعنا وشاهدنا. ها هي منوة سعد تسللها إلى مقدمة هذا الشوط وانتزاع الكاس. ها هي منوة منوة كاس وكاس منوة بقيادة المالك بن دري سالم بن حمد بن دري الفلاحي في زمن وغدره 9:15 جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي على فوز منوة بكاس لإذاع البكار المحليات. المركز الثاني هملولة ولا يبنى لها طاري طورة مسافة 6 كيلومتر تفاجئنا عند خط النهاية في زمن وغدره 9:18 جزئين من الثانية. تهانينا للسيد تعيب بن محمد بن عمر الشامسي والذي وصلت في المركز الثالث الوذبة 9:19 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمدان بن زيد بن محمد بن حمدان المنصوري. تهانينا للجميع.